يا سيدي. هذا شيء غير مسؤول بالمرة يا سبونج باب، لكن يجب أن أعترف أنه مدهش. وماذا عن هذا؟ عن هذا؟ تفضل. سنتخلص من هذه. هذا مضحك. تقريبا هذه خزينة مستر سلطع، وبها وصفة سلطع برجر السرية. ما يضحك أنها كانت خزينة مستر سلطع والتي وصفة سلطع. كيف يمكنك هذا؟ أنت أمرتني. لم أقل الخزينة. لم تقل لي لا. أمرك أن تغدرها. ثانية، غسل اليدين قبل المغادرة. ماذا فعلت؟ طردت سبونج باب في المرحاض؟ هذا شيء حقير حتى بالنسبة لي. حسناً، بمجرد أن أخرج الطاهي من المرحاض ستحصلون على الطعام. إنه غير صحي. لا أصدق أني أفعل هذا. انظر إلى تلك النقوش الغريبة يا شفيق، تشبه الثعابين. أتمنى ألا نقابل شيئاً كهذا هنا. هناك، على الأنبوب. علينا أن نصل إليها. مجاري مجاري شا شا شا. هي. لا، أخطأت ثانية. انظر، سمك الأنكليس يعض يدي. عضه أيضا. عيناي. انظر، الخزينة هناك. أين؟ ها هي يا خزينتي. أصمت. لماذا المخطط على شكل ثعبان مجاري ضخم ويوجد سهم يشير إلى معدته؟ ماذا تفعل؟ أزيل يأكلني ثعبان مجاري ضخم من قائمة أعمالي. هذا منطقي. طعام ثعبان. أحسنت يا شفيق، أنت تدغدغه، سأساعده. لا تزعجني وأنا خائف. أنا حي. نحن محظوظان. انظر، ها هي الخزينة. هذا حظي. سمعتما المفتشين، اذهبا لجمع القمامة. لكنه كان عقابك أنت. أفكر به على أنه عقابنا، وأعني بهذا أنتما معي. الآن اذهبا. سأفعل ما قلته، لكن أنا مستاء. لا يهمني. أراك لاحقا. شاحنة قمامة كريهة الرائحة. يا
بعمل جيد. قاع الهامور يبدو نظيفاً الآن. متبقي فقط بيت أخير ونودع حياة القمامة هذه. هيا نضع هذا ونخرج من هنا. ابتعد عن أشيائي. هذه ليست أشياء، إنها قمامة يجب أن توضع في الشاحنة. لا، إنها لي. أمسك. يبدو ممتعاً. انسى أمر العصا وساعدني في وضع الحاويات. أنت تخون عصاي. اترك هذا، ساعدني. تماسك يا سبونج. أبعد يدك عن حاويتي. واو يا بسيط، يبدو أنك تتمرن. عضوية الصالة الرياضية التي حصلت عليها مدهشة. توقف عن التحالف مع العدو. هو ليس العدو يا شفيق، إنه صديقي بالإضافة إليك. يجب أن نترك لبسيط قمامته. لا، مفتش القمامة قال يجب أن نجمع كل قمامة المدينة، وهذا ما سنفعله. لا أحد يلمس قمامتي مطلقا. إذن هكذا تريد أن يتم الأمر. حان وقت أخذ بسيط إلى المكب. يا شفيق، تبدو قويا جدا. وضع اشتباك المعركة. فرصتك الأخيرة، أعطنا قمامتك وإلا ستكون أنت القمامة. نعم، حسناً أنت، حسناً. قتال، قتال. جمع القمامة بالتأكيد عمل صعب. فقط أعطني قمامتك. لا، إنها لي، أحبها. أعطني. أبداً. توقفا، أنتما أيها الجاهلان، أنتما تفسدان عملي الجاد. ماذا تقول؟ ما عملك الجاد؟ مخالبي في القمامة طوال اليوم، وهذا خطأك. قتال القمامة. القليل من الخردل لك. مدهش. القليل من العصف لك. حسنا. والمزيد من الخردل لك. لذيذ. سأعود فورا مع المزيد من الخردل. لنرى، صلصة، مايونيز، خردل. هل استخدمت
كل الخردل يا فتى. ماذا؟ 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 أوه، من الذي يهتم بشأن الخردل؟ لكن شفيء، بدون الخردل لن أتمكن من إعداده. خلطة برجر، هذا صحيح. لهذا أمركما بالذهاب على الفور إلى مناجم الخردل وإحضار المزيد من الخردل. مناجم الخردل؟ خردل. وأنت أيضا ستذهب إلى مناجم الخردل. لو مكانكم ما كنت فعلت هذا. منجم الخردل القديم مسكون. صلصة حارة. عثرت على الدماء. لا، صلصة طماطم. احترمنا. خردل، عثرت علي. خردل، انظروا إلى مبعي الخردل، انظروا إلى مبعي الخردل، هذا المذاق الأصفر اللذيذ. لا، ما الذي سنفعله؟ من الأفضل أن نستخدم رؤوسنا. لنستخدم رأسي. توجد مومياء. حاولت أن أثنيكم أيها الحمقى عن الحصول على الخردل. فهمت، لأن المومياء تريد الخردل. تم حل اللغز. لا توجد مومياء. هذا الخردل يجلس فوق 20 مليون طن من الضغط. إذا فتحتموه سينفجر عاليا في السماء. ليس مسكونا، لا مومياء ولا خردل. علي البحث عن وظيفة أخرى. ألا تفهم؟ هذا العجوز يريد كل الخردل لنفسه، والآن استخرج الخردل. أنزل قبضتيك أيها العجوز، فأنا لن أذيك. لن تؤذيه يا شفيء، لكن أنت مسعود. أنت ستفوز. دعني أحاول ألا أؤذيك. هيا أيها العجوز، تعرف أنك تريد أن تهاجمني. أو هذا مؤلم. لقد أصبته، هذا يعني أنني خسرت. سأرد أنا. أين الخردل؟ سنأتيك بالخردل. أوه، أهلا لاري، هل يعجبك عملك؟ لاري يعجبه العمل، لكن هل يأكل العملاء دائما هكذا؟ أوه، لا، عادة يأكلون هكذا. هؤلاء المساكين يحتاجون شخصا ليعيدهم إلى لياقتهم. ستأخذ السلطة برجر مزدوج ومقلية سلطة و ماذا أيضا؟ مشروب سلطة و ساقي. كيف
يمكنني مساعدتك. سلطة سلطة غير المتبلة وساعة إضافية على هذا الجهاز. تفضل بقية مالك. طلبك يا سيدي. ولا تنسى السلطة. نعم ادفع 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 ادفع. حسنا حسنا سأدفعه. ادفع ادفع. نعم نجحت. الآن تطالب بسلطة برجر؟ لا يمكنه تناول طعامي. انسى أمر سلطة برجر، هذه الأشياء انتهت. سلطة برجر هو سبب قدوم الجميع. ليس الآن. الآن نقدم فقط السلطة ومخفوق بروتين الطاقة. مخفوق الطاقة، أريد تذوقه. هيا نخرج من هنا. هيا بسرعة. اذهب بدوني. لا تذهب. شفيء، أعرف أن لاري خير لكنه يفسد المكان. كان هذا مكانا لتناول سلطة برجر وتحول لصالة رياضية. أشعر بالحرارة. أخبر لاري أنه مفصول. أنت مجنون، هو ضخم جدا، يجب أن نخبره بطريقة أخرى، طريقة ذكية وكريمة. أعرف، سنخرب المكان. تمرين مدهش يا صاحبي. لا أعرف ماذا أفعل. هذا المكان يخص رواد السلطة الرياضية. لا تتركني يا سبونج باب. ما الذي أقوله؟ ماذا تفعلون هنا؟ فلتعودوا لبيوتكم. لا يمكننا العودة، لا يوجد برجر في البيت. أريد سلطة برجر يا رجل، يجب أن تساعدني. سلطة برجر، هذا هو. رجال الصالة الرياضية هؤلاء نسوا المتعة البسيطة لمضغ سلطة برجر، ويجب أن نذكرهم. سبونج باب، أنت الآن تفسد رياضة لاري. لاري تفسد مقرمشة سلطة. تمكنوا منهم. انطلاق. تعال إلى هنا. أعطني أعطني أعطني. أعطيه شطيرة، أعطيه شطيرة بالجبن. استسلم للطعم يا لاري. أبدا، إنه سريع، نحتاج إلى إلهاء. خذ استخدم هذا. لا، حافظ على مرفقيك. دهني ودسم ولزج ولين، إنه لذيذ. لاري كائن أحمق، قضيت كل الوقت أهتم بعضلاتي بينما كان يمكنني الاهتمام بهذه الشطائر. ماذا حدث؟ شمشون؟ ماذا سنفعل؟ سنتظاهر بأن كل شيء على ما يرام إلى وقت الإغلاق، ثم نسرق الوصفة من جديد من شمشون. نعم. تصبحين على خير. ماذا تفعل؟ أتأكد من نومه. Thank you.
وشمشوني الأليف يرغب في اللعب. اللعب حتى هو عني. أحضر العصا يا فتى. القط احترس. كائنات حمير اصنعوا المزيد من الطعام. لا عليك، إنها نائمة الآن. لا أصدق، الطعام يهرب. لا تتحرك لكشف العين. ماذا سنفعل الآن؟ معي هذه، التقطوا النقرة التي على ذقنه. يبدو أنهم التقطوا بقية جسمه. سأتولى الأمر الآن. اذهب أنت الآن. لا أصدق أن الأمر نجح. صباح الخير يا أولاد، مستعدان لإعداد مجموعة جديدة من سلطة برجر؟ لماذا أنتما محترقان؟ نحن أتفان يا مستر سلطة. يهدي، لا يعرف ما الذي يقول. لا، مستر سلطة يستحق الحقيقة. لقد ألقينا خطأ وصفة سلطة برجر وسرقها شمشون. حاولنا أن نسرقها منه لكننا فشلنا. ماذا فعلتما؟ شمشون سرق وصفتي السرية. هذا ما قال. إذن علي أن أسرقها منه بنفسي. لا تقلقي، والدك هنا. من البطل؟ أنت البطل. لا 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 سلطة. الوصفة عادت إلى الخزينة حيث تكون في أمان. وأنا أيضا يا فتى، ولكي نحرص على ألا تبعد نظريكما عنها مرة أخرى أحمل لكما مفاجأة. أنتما نظام الأمن الجديد. حسنا، ها نحن في راندوم لاند. هذا مؤكد. هذا مؤكد. لا بد أن الحياة يؤثر على كلامي. هيا فلنركز بشدة الآن. شفي، دقيقة لنشم ونتوقف الزهور. قصدت نتوقف ونشم. ما هذا؟ أين نحن؟ يوجد مخرج. هيا. مرحبا، هل يوجد أحد؟ يجب أن أقول هذا مقلوبا. أعرف. مرحبا، هل يوجد أحد؟ كعكة مقلوبة. أنا أرى أنك معجب بالبيت يا بني، ستحب هذا البيت، ليس به جانب سلبي.
ألا ترى؟ لا جانب سلبي. ها. لا أريد الشراء، أوصل مقرمشات سلطة. هذه الحقيبة لي. لي أنا. الحقيبة سرقت. كفى، هيا نعود. مستحيل يا شفيع، الطلب يخص الشخص الذي طلبه. عودي إلى هنا. أكره حياتي. يصعب السير على هذه العصي. يتعلق الأمر بالتوازن. رجاء أعيدي هذا الطلب إلى مقرمشات السلطة. أين هي أخلاقك؟ ألم تسمع عن الطرق؟ تقدم، اطرق. هذا ما أريده، حقيبة جديدة. هيا نعود. لكن ماذا عن البرجر؟ هذا المكان كالكابوس، لا يعود أحد منه. مصيرنا أن نعيش في هذا المكان المجنون للأبد. يا فتى، هكذا يمكننا تسليم البرجر. قمنا بالتسليم وأنجزنا المهمة. لكن مستر سلطة، لو كان في مكاننا كان سيفعل مثلنا. لا يا شفيع، لكن مستر سلطة وصل. على الأرجح يبحث عنا. مستر سلطة، لن ننجح في تسليم يا مستر سلطة. مقرمشات سلطة. شكرا يا سيدي لإرشادنا للخروج من راندم لاند. عذرا لست مستر سلطة، أنا اسمي روجر، ومشيت كل الطريق من 86 سكروبول لأشكو بشأن عدم وصول الطلب. طلبك أيها الرجل؟ أنجزت المهمة لكن متأخرا. لما سلمت؟ إذا كان متأخرا فهو مجاني. يا فتى، سبونج بوب وشفيع يعملان جنب إلى جنب، الصديقان معا يبيعان البرجر. أثنائي لذيذ. الكواليس. شفيع، شفيع، عرضك بعد دقيقتين. امتياز الملوك، أصدقاء للأبد. تعرف يا سبونج باب، يمكننا تغطية مساحة أكبر إذا تفرقنا. لما لا تبيع إلى هذا النصف من الجمهور وأنا أخذ هذا النصف؟ كنت أتطلع لقضاء اليوم كله معك. أعرف هذا، أشعر بخيبة أمل. لكنها فكرة رائعة يا شفيع، تضع صالح مقرمشات سلطة قبل صالحك.
نعم أفعل ذلك دائما. انسى الحجرة الخضراء، هذا كلارينيت كلير سانت كلير. السيدات والسادة مرحبا بكم، ها هي الفرقة التي كنتم تنتظرونها، تعرفونهم وتحبونهم، إنهم بلو تايز. روح منفردة، لم أعرف الروك ولم أعرف الرول، قمت بالغناء، عزمتني الجمهور، كانوا يهتفون ويصرخون وأنا كل ثورة. إطعام السمكة، الكل يريد قطعة مني، فإطعام السمكة كم أحتاج للخصوصية. كيف أهزهم؟ أهذا هو؟ المعجبون وجدوني سيمزقونني. مسكوا الرداء، سرقوا الحذاء، مسكوا شعري، لم يبقى لي شيء أكثر. إطعام السمكة، الصغار لا يتفون، فإطعام السمكة، الروكنرول شيء محبوب. صاحبي، هل تركت هاتفك؟ تحجب لقطتي. الجميع حصل على برجر. الجميع ما عدا الفرقة. يجب بيع البرجر. لا شيء سيوقفني هذه المرة. ها نحن، واحد، اثنان، ماذا؟ ماذا يحدث؟ النجدة! النجدة! توصيل خاص للو تايدز. أربعة طلبات من داك ويد. أظن أنك نسيت مرق اللحم أيها التنين المرفرف ذو العقل الطيني. هذا تنين مرفرف. وأخيرا كعكة البحر العميق سيكون مجموع. أيا كان المجموع، رجاء ضعه على حسابي. لا لن تفعل، لا مزيد من الطعام لك حتى تدفع حسابك. أدفع حسابي؟ أتحداك من أجل ذلك. أقبل هذا. ما رأيك في مباراة ودية من ثلاثة تحديات قاتلة؟ قلعة، اختر قلعة. مؤكد لن نرى تلك المباراة الغريبة ثانية. خمس تسلطع برجر رجاء، ومخلل إضافي ضعها على حسابي. قادم حالا. بابي الباس. ناني ناني ناني، مضحك جدا، لن تحصل على ناني. لا 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 لا. سيد شفيع، اذهب أنت وسبونج بوب لبابل باس لتحصل حسابه. مضحك جدا، لن تحصل على مالي رغما عني.
رائعة. انظر، فقط أريد أن أحصل على المال وأنصرف. باب الباس، جئنا لنحصل حسابك. شفيء، كان ذلك رجوليا. حسنا، أنا هيا بنا. أعرف أنك هنا، أخرج. الرائحة غريبة هنا. رائحة دين متعثر. إذا لم تدفع سوف نبيع هذا الأثاث. أوبس، كم يساوي هذا؟ لقد كسرته. القطعة التي أريدها سأعطيك دولارا. هاي، أترك أغراض أمي وسأدفع الحساب. تعال إلى أسفل وسنصل إلى حل. نسخة من الثلاثة تحديات القاتلة، جميلة. يبدو كأرض مخيم. لا يا شفيء، يجب أن تنظر بمخيلتك. ماذا؟ إنها نفاية. اعلم أنكما مجرد بثرتان صغيرتان على أنف كلب. ماذا قال؟ الإهانات المليئة بالحياة في اللعبة. مقزز. سيد شفيء، تبدو رائعا على جوادك القوي. نعم، أراه الآن. لديك كلمة أخيرة يا سيد شفيء. أرجو أن يمزق رأسك بواسطة عناكب البحر وتترك عيناك فقط لتشهد إهانتك أمام الجميع. كلمات جيدة جدا. سيد شفيء، درعك. درعي. رائع. لقد خسرت، ادفع حسابك. هزمتني في الثلاثة تحديات القاتلة، لكني مفلس حقا. أنا أنفقت كل مالي على الورق المقوى. ماذا ستفعل بي؟ لا شيء، لكني متأكد أن مستر سلطع لديه بعض التحديات القاتلة من أجلك. تعال إلينا واستمتع بسلطع برجر اللذيذ. سلطع برجر، ها هو. إلى الأعلى. سأمسك به هذه المرة. مستر سلطع قال لا يمكننا العودة قبل أن نبيع واحد سلطع برجر. حسناً، سأشتري برجر أحمق بنفسي. ماذا؟ نسيت محفظتي في سروالي بالمنزل. هذه الخدعة من مجلة أسماك الغابة. آه،
أمسكت المزعج الصغير. حيث إنني لن أعود أبدا سأحاول أن أشعر بالراحة. هاي أنتما اللذان تطاردانني في البلدة؟ لماذا كنت تلوح لنا ثم تهرب بعيدا؟ ها؟ أنا لا أفهم لهجتك. سأتولى الأمر يا شفيق، أتحدث لغة قاع المحيط بطلاقة. لماذا كنت تلوح لنا؟ أنا لم أكن ألوح، أنا كنت أجفف نفسي. نريد فقط أن نبيع لك سلطة برجر لذيذ. هو يبدو لذيذا. سوف نبيع واحدا. أهلا بيرت، من المؤسف أنك لم تذهب معنا في رحلتنا السنوية إلى مقرمشة سلطة، لكن ها هي شطائرك اللذيذة. شكرا يا فرانك، لكن تعرف كم أستغرق كي أجف؟ آسف يا رفاق، كنت أود شراء البرجر منكما لكن أحضروا لي كيسا كاملا. سبونج بوب، شفيق، أنتما كم شطيرة برجر بعتما؟ لا شيء. ما الذي كنتما تفعلانه طوال اليوم أيها المزعجان؟ ستذهبان بالشاحنة مرة أخرى إلى أن تبيع شطيرة. آسف حقا، أنا جائع بعض الشيء، كنت مشغولا ولم أتناول أي طعام حتى الآن. سعر الشطيرة 5 عملات. حسنا لا بأس، ستعود إلى جيبي في النهاية. بعنا شطيرة سلطة برجر. يمكنني الذهاب إلى المنزل. عندما اضطررت لدفع ثمنه أصبح مذاقه مثل فضلات الحلزون. نقدم عرضا في متجر الطعام، سعد بنا على الفور، ألغينا الجولة، عد إلى مقرمشات سلطع مباشرة. آسف يا شفيق، لكن هذا ليس ممكنا. ماذا؟ لأنه لم يعد له وجود. لم يعد هناك وجود لمقرمشات سلطع؟ أين ذهب؟ رهنته كي أحصل على المال من أجل الجولة. ماذا فعلت؟ من الصعب تصديق الأمر، قلبي يؤلمني عندما أفكر في ابنتي وحيدة وجائعة تجلس أمام نافذة متجر الرهن تتساول طعامها من كل من يمر أمامها. لا أصدق ما أرى الآن، يجب أن أحضر محفظتي من البيت. ليس مطعمي حتى، لكنني نادم على هذا القرار. كف عن القلق يا أولاد، مع النجاح الذي سوف نحققه سنشتري 10 مطاعم سلطة برجر. 1 2 1 2 3 4. سيئاً مثل العروض السابقة سيكون الأخير. ما هذا؟
هو حمام خارجي الوداع. ليس هذا هو عرضنا التالي. حسنا، إذا أين سيكون؟ إنه حسنا، إنه هناك بالطبع. أنا سوف أترككم هنا تستعدون، علي القيام ببعض مهام مدير الجولة تعرفون. انتظر، لها ليست خدعة يا مستر سلطة. استمتع بهذا يا صديقي شفيع، ألا يجعلك تشعر بالحماس؟ انتظر لحظة، لماذا يهتفون نيد وإبر السمك؟ لا، ألا تسمعه يا شفيع؟ يقولون شفيع وسبونج بوب، شفيع وسبونج بوب، شفيع وسبونج بوب، شفيع وسبونج. هذه ليست فرقة نيد وإبر السمك. انتظروا، أعرف لماذا جئتم. انزلوهما على الفور. لا يمكنك الذهاب رجاء. ألا ترى مقرمشة سلطة يحتاج إلي؟ لا يعنيني ما يحتاجه مقرمشة سلطة، بل أنا ابتعد عن طريقي. شفيع، هل أنت بخير؟ أبعد يديك عني. شفيع توقف، نحن نستحق كل نجاح، نحن سنحطم أغلالنا. أنا أحاول ألا أبكي الآن، والجو أصبح بردا وأبعد عن بيتي 400 ميل، وأقدامي تشتكي كما أرى مرهقة ومدمرة تماما. وقت الاستسلام، انهارت الأحلام، سأعزف الآن الأنغام، ربما تريحني الألحان. خذ نفسا واعزف ألحان. ها، فلم يبقى شيء إلا الأنغام. شفيع، لقد قلبته، هذا يتطلب قدرا عاليا من المهارة. أشكرك لأنك ذكرت هذا. دبدوبي يقول إنه وحيد. لا تقلق يا دبدوبي، سأتيك بصاحب. إذا كنت تعتقد أنك ستفوز مجددا. فائز. تفضل يا دبدوبي. لقد هيأت لك الأمر، ما كنت ستفوز بهذا لولا مهارتي. واو، أشكرك على المساعدة. شفيع. 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 تفضلي، ها هو طلبك. لقد أعده لك دبدوبي بنفسه. أنا فخور بك. لا شفيع. ما هذا ال... حسنا، لنحسم هذا الأمر. تريد فكه؟ تفضل. شكرا. لا يا مستر شفيع، أنا أشكرك. لقد خسرت. تريد فكه؟ واحدة
أرجوك دعني أفز مرة واحدة. شفيق لديك مشكلة. هذا غير صحيح، لا تنصت إليه يا شفيق، وصل اللعب إلى أن تفوز. ما هذا؟ عقد ملكية منزلي. حسنا إذن استمر. إذا تمكنت من الفوز مرة لن ألعب بعدها. هل تريد أن أخبرك كيف تفوز في هذه الآلة؟ سبونج بوب، هناك سر. أخبرني بهذا السر. مستعد لأن تكون فائزا؟ نعم 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 نعم. سبونج بوب، أخبرني السر. حسنا يا شفيق حسنا، أواجه المخلب وأضع القرش هنا ثم أغمض عيني. تغمض عينيك؟ صمتا يا شفيق، أنا المخلب. هذه سخافة. فائز. رأيت؟ جرب الآن. هذه سخافة، إذا أغمضت عيني كيف أعرف؟ شفيق تريد الفوز أم لا؟ نعم أريد الفوز. حسنا ضع القرش. لكن هذا آخر قرش معي. ضعه يا شفيق. حسنا حسنا، أغمض عينيك. كن المخلب، كون المخلب، كون المخلب، كون المخلب. فائز. كنت أعرف أنني أستطيع أن أفوز. أنت فائز. أنا فائز، ألست كذلك؟ فائز 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 فائز، أنا فائز يا شباب. هل سمعتم هذا؟ سبونج بوب انظر. لا أعتقد أنه كالذي هناك. كن المخلب. انتظر يا شفيق. كن المخلب. لقد نجح. هيا يا شفيق. كن المخلب، كن المخلب، كن المخلب. أتعرف الفتى؟ نعم، هذا شفيق صاحب اللمسة السحرية. تدا! شفيق افتح عينيك. كن المخلب، كن المخلب. احترس يا سبونج بوب، لا أستطيع التوقف. كن المخلب، كن المخلب. حسنا لا تكن المخلب، لا تكن المخلب. أعرف هذا. لن يتحمل العامل البسيط طمع وجشع مستر سلطة بعد اليوم. ما الذي يتحدث عنه؟ لا أعرف، لكن معه مكبر. سنحرقب مؤسسة القهر هذه، سنقطع أساس الأعمال الكبيرة نصفين حتى إذا استغرق هذا طويلا. نحن لا لا أعرف عما يتحدث شفيق، لكنه مقنع. بكم سنرسل مطرقة إغاثة الشعب تحطم نافذة مركز سلطة للأشغال الشاقة. واو، كل هذا الدم يشعرني بالجوع. هيا يا أصحاب لنأتي بسلطة برجر. يهتم بمستقبل العمال طالما أنهم يحصلون على ما يريدونه. كانت خطبة رائعة، أوشكوا أن يأكلوا الطعام من يدي. لكنهم لم يفعلوا، صح يا مستر شفيق؟ لأنهم تناولوا الطعام من يدي. ليتكما أضربتما قبل ذلك. أشكركما على تنبيه العملاء الكرام بهذه اللافتات والشعارات. حسناً يا مستر سلطة، لقد تماديت هذه المرة. يمكنك أن تضايقني، لكن شفيق قائد عظيم. نحن العمال المتحدين، سيمنع جشعك الكريه، وسنقسم موائدك، وسنحطم الأثاث بمطرقة الشعب. وسوف شفيق، ماذا قلت بعد هذا؟ سنفكك صورة مؤسستك الظالمة. نعم هكذا، وأنا وشفيق سنظل مضربين إلى أن نحصل على ما نستحق، حتى إذا استغرقنا الأمر. إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد.
الأرض إلى الأبد. شفي، أعتقد أن شرط العجوز سينهار. شفي سأتوسل المستر سلطة حتى أستعيد عملي وأنهي هذا الكابوس. مرحبا يا مستر شفيع، كنت في الجوار و فكرت في المرور عليك كي أتوسل إليك عد للعمل. إن المطعم سينهار، سأفلس بدونك أنت والفتى الأصفر. المراهقون الذين عينتهم سيدمرون المكان. أسوأ ما في الأمر لا يريدون تركي وشأني. رأيت ما أعني؟ شفي أرجوك يجب أن تعود. هل ستعطينا ما نطلبه؟ نعم، أي شيء. ما رأيك الآن يا مستر شفي؟ قصتك تحطم قلبي يا مستر سلطة، لما لا نتنزه قليلا ونناقش شروطي؟ أنا أشعر بألم في محفظتي. الإضراب مع شفيء أمر رائع. ما زالت كلمات شفيء تدور في رأسي مثل قنديل بحر غاضب. شفيء حق، لن أجلس هكذا، سأفعل شيئا. سأعيد العامل إلى مكانته العالية. سأفكك هذه المؤسسة الظالمة لوحا لوحا. سأشطر موائد القهر نصفين. سأحطم أعمدة هذا المكان. سيفخر شفيء بي. حسنا يا شفيء، كانت مفاوضات ناجحة. يسعدني أنك تفهمت موقفنا يا مستر سلطة. يمكنني الآن طرد المراهقين واستعادة الموظفين الذهبيين. أراك في العمل. سبونج باب، ماذا فعلت؟ نفذت خطتك يا شفيء، فككت المؤسسة، سنستعيد عملنا، اطمئن. نعم، قاطع اليد بالسيف، لكن أغلب الناس يسمونه القاع. هذا كل ما يمكن أن يقوله أحد قبل أن يقضي عليه تماما. أخبرني القصة. قبل سنوات في هذا المطعم نفسه كان قاطع اليد بالسيف يعمل طباخا مثلك تماما. وتعرف ماذا يفعل بعد هذا؟ ماذا؟ هل تريد حقا أن تعرف؟ ماذا؟ متأكد أنك تريد أن تعرف؟ ماذا؟ ماذا يفعل؟ ينال منك. سبونج باب أنا كنت سبونج باب، كنت أمزح. ماذا؟ غير صحيح كل ما قلته. حقا؟ طبعا، لا أحد يضع ملعقة كيد، إنها فقط دعابة. أليس رائع؟ ليس لدينا وقت لتنظيف السقف صباحا. 24 ساعة؟ يا لها من فكرة غبية. من يتناول سلطة برجر في الثالثة صباحا؟ يا خبر، الثالثة. انظر إلى هذا المكان، إنه مهجور تماما. مضحك يا سبونج باب.
ماذا؟ الأنوار تنطفئ وتشتعل مثل القصة، فهمت؟ شفيق، كيف تفعل هذا دون أن تحرك الزر؟ لست أنا، لابد أن هناك عطلا في سلك ما. هذا المكان ليس مجهزا للعمل 24 ساعة. ماذا؟ ماذا؟ ألو؟ 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 حركة ذكية يا شفيق. أي حركة؟ الهاتف يرن ولا يرد أحد على الجانب الآخر. ها، أنت تضحكني. سبونج بوب، لست أفعل شيئا. اهدأ. حسنا، ماذا قلت؟ حسنا، الأنوار والهاتف والجدران سترشح مادة خضراء. انتظر، تفعل هذا دائما، لكن ما العلامة الثالثة؟ لا أعرف أن الحافلة تتأخر. غير عادي، هناك شخص ينزل منها. قارئ الخد، قارس الورد، قارض الرعد، قاطع اليد بالسيف. انتهى أمرنا. لا، الأمر ليس هكذا. فضلت أن تتكبد المتاعب وتتنكر في زي شبح طباخ وتقف على الجانب الآخر من الشارع حتى تسليني. لابد أنك تحبني. سبونج بوب، هناك مشكلتان في نظريتك هذه. أولا أكرهك، ثانيا كيف يمكن أن يكون أنا وأنا أقف هنا؟ فأنا كنت أحبك. شفيق، استخدمت الكلارينيت في تنظيف الحمام. سامحني يا شفيق. هل لي في استمارتي توظيف؟ جئت معي بملعقتي. اتصلت قبل قليل ولم أرد لأنني كنت متوترا. هل عملت من قبل؟ انتظر، كنت على الهاتف ونزلت من الحافلة. إذن من الذي أطفأ النور؟ هل أنت؟ قد إلى الخلف. حسناً، تحرك إلى الوراء يا سبونج بوب. إلى الوراء؟ نعم، إلى الوراء. قد إلى الخلف. حسناً، قدتها إلى الخلف. أتعرف شيئاً؟ أظن أن الوقود قد نفد. أتعرف شيئاً آخر؟ نحن في مكان منعزل. أتعرف أنت؟ أظن أن البيتزا ستبرد. لقد بردت البيتزا. البيتزا باردة؟ إلا البيتزا. كيف يمكن أن تسوء الأمور أكثر؟ لا أظن أنني رأيت شيئاً. لا، كنت مخطئاً. تبدو بخير، هذه البيتزا تبدو جميلة. نعم. ما هذا؟ هل هو الجبن؟ نعم. وشرائح اللحم؟ نعم. تبدو جيدة. انتظر لحظة، أعرف ماذا تحاول أن تفعل يا شفيق. لن أدعك تأكل البيتزا. أعطني إياها. لا، لا ترغمني على أخذها منك بالقوة. ابتعد عني. عد إلى هنا سبونج بوب، أعطني هذه البيتزا. لا سبونج بوب. لا سبونج بوب. لا انتظر. لا لا، أريد هذه البيتزا، وأنت ستسلمها لي بطريقة أو بأخرى.
انظر لقد نجونا. بالطبع نجونا، أعطني قطعة. لا حقا يا شفيع، لقد نجونا نجونا نجونا. هلا توقفت عن هذا. نجونا 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 نجونا. لقد نجونا. هذا مجرد جلمود سخيف. ليس أي جلمود، إنها صخرة. صخرة 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 كبيرة قديمة جميلة. كان الرواد يركبون هذه الصخرة لمسافات طويلة. إنها في حالة جيدة. سبونج باب، هل نسيت أمر الرواد الحقيقي؟ هل لاحظت أنه لم يبقى أحد منهم؟ هذا لأنهم كانوا مشغولين بالتنقل بطريقتك وتناول الشعاب والاعتماد على الطحالب في معرفة الطريق. والآن تقول لي إنهم كانوا يستطيعون ركوب الصخور. انتظرني يا رائد. لا أستطيع الانتظار حتى أرى تعبير وجه العميل. نعم. أهنيك يا سيدي، بيتزا مقرمشات سلطة. أوه أشكرك، إنني أتلهف أين المشروب؟ أي مشروب؟ مشروبي دايت دكتور عشب البحر. لا تقل إنك نسيت المشروب. لكنك لم تطلب أي. كيف لي أن أتناول البيتزا دون مشروبي؟ لكن ألم تفكر ولو للحظة واحدة في العميل وتسمي نفسك فتى التوصيل؟ لن أخذها. سبونج سبونج، لا عليك سبونج. موظف آخر، لقد قلت لصديقك إنني لن أدفع ثمنها. حسناً، هذه البيتزا هدية من الله. هل غير رأيه؟ بكل تأكيد تناول البيتزا كلها بلا مشروب؟ لا، أعدي إلى المنزل. هل تمزح معي؟ هيا سنتأخذ.